دلوقتي هناخد حضراتكم في زيارة إلى منطقة النوبارية، هنشوف هناك أكبر مشتل لأمهات الفراولة الأمريكية اللي بتنتجها جامعة فلوريدا. هذه الجامعة تمتاز بالأصناف المتميزة على مستوى العالم، وخلي بال حضراتكم في هذا التقرير هنقابل عمالقة صناعة الفراولة في العالم، كمان هنتكلم عن أول مركز في مصر لإنتاج أمهات الفراولة، وهذا إنجاز غير مسبوق. خليكم معنا. طول عمرنا بنستورد من جامعة فلوريدا الأمريكية شتلات أمهات الفراولة عشان نزرعها في أرضنا بعد إكسارها ونصدر إنتاجها من ثمار الفراولة المطلوب عالمياً ونغطي احتياجات السوق المحلي. بنصدر فراولة مجمدة وطازة، وطبعاً سعر الأم الواحدة من الشتلات المستوردة بيوصل ل 28 جنيه من مشاتل كاليفورنيا في أسبانيا والتابعة لشركة إكلاند الأمريكية، الوكيل الحصري لأصناف الفراولة اللي بتنتجها جامعة فلوريدا. المشاتل بتاخد أصل نسيجي للفراولة وتنتج مختلف أجيال النبات وصولاً للشتلة الأم اللي بتتصدر لمصر، وطبعاً تكلفة الأم شاملة حقوق المربي للصنف، وهي جامعة كاليفورنيا اللي بتضمن الصفات الوراثية وإنها منتجة من نسيج أصل الصنف. للأسف في بعض المشاتل في مصر بالفهلوة كانت بتعمل إكسار لشتلات الفراولة المستوردة وتبيعها للمزارعين بأسعار بسيطة بتوصل لسبعة ولا تمانية جنيه للشتلة، وطبعاً بسببها كانت شحنتنا من الفراولة الفريش أو الطازجة بتتعرض لأزمات كبيرة في موانئ الوصول بأوروبا لأن معهاش اللي يثبت إنها سددت حقوق المربي للصنف اللي هو جامعة كاليفورنيا حسب اتفاقية اليوبوف اللي وقعت عليها مصر لحماية الأصناف النباتية. وفي الدول دي الاحترام لحقوق المربي أشبه باحترام الكتب المقدسة تقديراً لجهد المربي وعلمه في تطوير النبات وزيادة إنتاجيته والحفاظ عليه. المهم إن الدولة كانت لازم تتحرك، وخصوصاً بعد ما تحولت مصر لقوة ضاربة عالمياً في تصدير الفراولة لدرجة احتلال المركز الأول في تصدير الفراولة المجمدة على مستوى العالم، وكان الحل الوحيد لاستمرار الصدارة هو إنتاج شتلات الأمهات الأمريكية في مصر بأقل تكلفة، وبدأ تحرك الحجر الزراعي المصري. ولأن المسؤول الأول عن البرنامج العالمي لإنتاج شتلات الفراولة الأمريكية بجامعة فلوريدا هو الدكتور فهيم أورا الخبير المصري العالمي، ما ترددش في الاستجابة لحظة واحدة. أولاً وافق على خفض تكلفة الشتلة الأم المستوردة لغاية 7 جنيه لهزيمة منتجي الشتلات المغشوشة، وثانياً بدأ التخطيط لإنشاء أول مركز عالمي متكامل في مصر، مركز تميز لإنتاج شتلات الأمهات مماثل لمركز جامعة كاليفورنيا في أسبانيا، وبالتالي الدولتين اللي هينتجوا شتلات الفراولة الخاصة بجامعة فلوريدا هي مصر وأسبانيا على مستوى العالم، يعني هنغطي احتياجات المزارعين بتوعنا ونبقى مصدرين كمان للشتلات، يعني إنجاز محترم. وبدأ التنفيذ فعلياً في مزارع أمريكانا بالنوبارية، أمهات زي ما حضراتكم شايفين تفرح. تعالوا في البداية نقابل الدكتور فهيم أورا مدير البرنامج الدولي لتربية وتهجين الفراولة بجامعة فلوريدا الأمريكية عشان نفهم الحكاية وإزاي مصر هتتحول من دولة مستوردة لشتلات أمهات الفراولة لدولة بتنتجها. النهاردة بننفذ مشروع قوي جداً وطموح جداً إن مصر تبقى تاني دولة في العالم بتنتج أمهات الفراولة، وده حلمنا. صح، أنت حققت الحلم الحمد وبتشاركك لله. النهاردة الحلم وزارة الزراعة وبقوة. جامعة فلوريدا ساعدتنا إزاي؟ حاول تفهم الناس. جامعة فلوريدا ابتدت هنا يمكن في التسعينات لما روي إكلاند جاء عند أحد المزارع، مؤسس شركة إكلاند الوكيلة إكلاند لكل الأصناف اللي بتطلع من جامعة فلوريدا. تمام. ابتدى يقدم أول صنف نزلته جامعة فلوريدا كان اسمه سويت تشارلي. جينا بقى غير البرنامج ده كله وابتدى ينزل بقى الوينتردون والفيستفال والأصناف المتتالية. ابتدينا ننزل الشتلة دي في شهر 3 كأمهات تتعمل في المشتل زي ما حضرتك شايفه كده دلوقتي في شهر 9 و10 تتنقل لأرض الإنتاج. بعد 6 أسابيع 7 أسابيع تبتدي تطلع فروتس أو تطلع ثمار. يبتدي موسم التصدير بتاعنا في نص نوفمبر أو الأسبوع الثالث من نوفمبر بكتيره. أصناف جامعة فلوريدا بقى ميزتها إن هي مبكرة، يعني بتخلي السوق المصري
ينافس في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وهو الآخر بدري. الحاجة الثانية أستاذ محمد، أنا خدت فريق من أكبر الشركات اللي هنا وقعدتهم مع المربي في أمريكا وخلتهم طلبوا إيه المواصفات اللي هم عاوزينها تنتج في مصر، وبالفعل هو ابتدى يطلع أصناف خصيصا لجمهورية مصر العربية، فهو مركز كلي وجزئي على مصر في التصدير الفريش والمجمد، وبيعمل أصناف مخصصة للمجمد وأصناف مخصصة للفريش وأصناف بتجمع بين الاثنين. خلي بال حضراتكم، الدكتور فهيم أورا مدير البرنامج الدولي لتربية وتهجين الفراولة بجامعة فلوريدا الأمريكية من محافظة الدهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق سنة 1987، وحصل على درجة الدكتوراه في الموالح من جامعة فلوريدا الأمريكية سنة 2001، وتم اختياره لرئاسة برنامج تربية الفراولة الدولي بجامعة فلوريدا سنة 2018. وبالمناسبة البرنامج موجود عالمياً من سنة 1930، وكان لخدمة مزارع أمريكا في الموسم الشتوي، وتعرفنا عليه في مصر من حوالي 17 سنة مع دخول صنف سويت شارلي اللي قلب موازين زراعة الفراولة في مصر. بعده دخل حوالي 9 أصناف وما بنزرعش غيرها. فرق معانا يا دكتور الاتفاقية بتاعت اليوبوف اللي مصر وقعت عليها؟ لا طبعا، دي اتفاقية حماية الأصناف النباتية خلال من السنة اللي فاتت، والشكر موصول لوزارة الزراعة المصرية والحجر الزراعي المصري. الطفرة اللي عملوها في حماية الأصناف وتطبيق الاتفاقية ديت هي دي اللي خلت جامعة أركانسا ادت لنا برنامج البلاك بيري كامل، سحبته من المكسيك وقالوا له خدي عندك وشغل عليه باحثين مصريين. الأصناف دي امتى تبقى متاحة لكل المزارعين اللي عايزين يتوسعوا في الأصناف الجديدة دي؟ خلي بالك بتستهوي عدد كبير جدا من المزارعين الكبار. لا، الشتلات دي كل الأصناف اللي موجودة في مصر عند الناس كلها متاحة للناس كلها. لا انا بتكلم على راسبيري بلاك بيري والأصناف الجديدة دي. البلاك بيري دي على حسب الاوردر، يعني احنا السنة دي بالذات في طلب كبير جدا عليها. احنا السنة اللي فاتت كنا نأمل بعد ما شلنا الحكاية دي من المكسيك وعرضوها علينا في سوبر ماركت كبيرة مثلا زي تيسكو في انجلترا، قالوا لنا احنا عاوزين مصر تزرع لنا 1000-2000 فدان واحنا هناخد الانتاج بتاعهم. فاحنا الاجازه دي بس على الاقل 5 أو 6 شركات مصريه كلمونا وقعدوا مع مدير الشركه وتعاقدوا على الشتلات اللي جايه اللي هي في شهر 4 ان شاء الله. لينا كم صنف فراوله النهارده موجود في مصر جامعه فلوريدا؟ 9 أصناف. كلها الاصناف اللي احنا بنتصدرها لكل دول العالم نمبر 1 سواء مجمد او فريش. هل في اصناف جديده من الفراوله ممكن تدخل؟ دخل صنفين جداد، بس عشان اوضح الحكايه دي لانه في ناس بتزعل بتقول لك ان في ناس بتجربوا. احنا لما بندخل صنف جديد يا محمد بيه ما ينفعش اديه ل5-6-10 يعملوه، انا بديه لشركه واحده او شركتين يجربوا الصنف الاول. حقول ارشاديه. حقول ارشاديه بالظبط، اشوف شكله ايه، نظامه ايه، انتاجياته ايه، وبعدين بعد كده ابتدي اوزع الصنف ده. كمان الفراوله البيضاء عندنا 3 اصناف منها، وانا واعد ان شاء الله السنه الجايه تتجرب في مصر باذن الله. خلي بال حضراتكم، شتلات امهات الفراوله بتيجي مصر في شهر مارس وبتدخل على المشاتل اولا لاكسارها، وفي شهر سبتمبر تتزرع الخلفات في أرض الإنتاج 6 أسابيع وتبشر، وتدخل السوق الأوروبي طازجة في شهر نوفمبر في نافذة تصديرية لمصر قبل أسبانيا والمغرب واليونان. وطبعاً بناخد فيها أسعار الكريسماس المجزية جداً، وبيستمر الإنتاج لغاية شهر يونيو، وطبعاً كل حاجة متخططة مش بالصدفة. قول لي بقى، احنا دلوقتي واقفين في مكان عظيم جدا اللي حوالينا كلها امهات فراولة. دي اول مرة في تاريخ مصر اللي حضرتك الحاجات اللي انت شايفها اللي بين الحدود دي كلها، دي الاف 1 والاف 2 والاف 3 اللي احنا جايبينه السنة دي هنا في مصر، الاف 1 والاف 2. ده الاول مرة عشان نطلع، دي اول مرة كان دايما يجينا اف 3 بس. بالظبط، احنا كان بيجي لنا الاف 3 عشان ياخدوا منها اف 4 وتتحط في الارض الانتاج. احنا جايبين اف 1 هنا، وبعدين هتطلع الاف 2، وبعدين عندنا اف 2 اللي هي المفروض هنديها للمزارعين في شهر 3. هنتابع مع حضرتك انشاء المركز اللي هيطلع لنا لاول مره الامهات من مصر هنا. ده حلم بلدنا كلنا، احنا ننتج الامهات، ما نبقاش مجرد مستخدمين الحاجه لنا من بره. اعتقد ان ده هيضاعف صادراتنا كمان من الفراوله سواء المجمده يعني او الفريش. اسمح لي اقول لك ان المشتل ده بتاع كاليفورنيا باسيفيك مصر، ده المشتل الوحيد اللي احنا اللي المفروض المزارع المصري ياخد منه. برضو هم عاملين حسابهم ان هو بس مش يغطي المزارعين المصريين، لا، ده هو معمول للتصدير لكل دول افريقيا، دول الشرق الاوسط بالكامل. حتى الدول الشرق الاوسط دلوقتي لما بتيجي تحجز من اسبانيا
أو تحجز من كاليفورنيا المشاتل بتاعتنا هناك، هم بيحولوهم على مصر، قول خلاص إحنا عندنا مشتل في مصر دلوقتي، ده أقرب لك وهنبيع لك أرخص، خد من مصر. دلوقتي تعالوا نقابل الدكتور باتريك بالو، رئيس شركة إيكلاند الأمريكية، الوكيل الحصري لأصناف الفراولة بجامعة فلوريدا الأمريكية، وعلى فكرة هي وكيلة كمان لأصناف 6 جهات بحثية أمريكية زي جامعات أوريغون وولاية واشنطن وأركانسا، بخلاف وزارة الزراعة الأمريكية وبرنامج تهجين الفراولة في أورجواي وأسبانيا. والأصناف دي مش مجرد فراولة، ده في كمان الراسبيري والبلاك بيري وأصناف موالح بدون بذر، وخصوصا صنف الشوجر بيل المطلوب في أمريكا، يعني الخير كله جاي. Egypt is a great place to grow strawberry plants. It's a great place to be in the strawberry business. Egypt as a country is just has a marvelous opportunity as an agricultural powerhouse. We're seeing in our strawberry varieties since we introduced these 20 years ago in Egypt as a company, we've seen a tremendous increase in both the export of fresh strawberries and of individual quick frozen strawberry. And so we're committed to moving as much of our internal activities as a company into Egypt to make sure that the Egyptian growers get all the plants they need to produce all the fresh market strawberries. Strawberries have become a very important crop, a strategic crop, and we're very happy and very proud to have been part of that result. شركة إيكلاند الأمريكية بالمناسبة نشأت سنة 1982 وأسسها روي إيكلاند بهدف تسويق الأصناف النباتية اللي بتنتجها جامعة فلوريدا من أول الأصل لغاية الأمهات. وكان روي إيكلاند مؤمن تماماً إن أفضل أماكن ممكن تتزرع فيها الفراولة في العالم مصر والعراق، وعشان كده اتحرك فوراً على تسويق أصناف جامعة فلوريدا في مصر والعراق والشرق الأوسط. Eikland Marketing Company works with many of the best breeding programs in the world. We're very pleased to work with the University of Florida Strawberry Breeding Program. We also work with the famous blackberry breeding program from the University of Arkansas. And what our commitment is as a company is to move these, the new varieties of all these species of berries from the breeding program into the nurseries and the growers that make it possible for the fruit to be brought to the consumer. And so we as a company, we work at every level of the supply chain from the breeder all the way to the consumer. And so these plants that you're looking at here in this field, these plants are absolutely not only true to type, but they represent the very best characteristics in every aspect of the varieties that we sell. So we don't just sell Fortuna plants or festival plants or sensation plants. We sell the very best sensation plants that exist on planet Earth. تعالوا بقى نقابل المهندس محمد ربيع، مفتش الحجر الزراعي المصري. وبالمناسبة مصر بدأت تكتسح أسواق العالم في الفراولة سنة 2014، وخصوصا الفراولة المجمدة من أصناف جامعة فلوريدا، لدرجة إن في 109 شركة مصرية بتصدرها النهاردة ومسجلة في القائمة البيضاء، يعني بتدفع حق المربي. وسجلنا في آخر موسم تصدير 145 ألف طن، واحتلينا المركز الأول عالمياً، والكميات بتزيد بنسبة 25% سنوياً. وفي الفراولة الطازجة أو الفريش صدرنا حوالي 29 ألف طن لأسواق 44 دولة. عندنا شتلات هتيجي من جامعة فلوريدا، عندنا أصناف نباتية جديدة هتيجي من جامعة فلوريدا، ومعها 6 جامعات على مستوى العالم. الناس دي هتقلب الزراعة في مصر، ولكن إجراءاتنا إيه وإحنا بنستقبل هذه الشتلات؟ شتلات الفراولة زيها زي أي مواد أكثر نباتية إحنا بنستوردها من الخارج. طبعاً بيبقى لازم يكون أولاً يكون الدولة اللي هنستورد منها تكون منشأ معتمد طبعاً. أكيد طبعاً بالنسبة لنا كحجر زراعي، وبيبقى فيه ملف فني، وطبعاً الصحة النباتية بتقوم بدور كبير قوي في الموضوع ده. بعد ما نتأكد إن المنشأ معتمد عندنا، بياخد موافقة من لجنة التقويم في وزارة الزراعة، وبعدين بيعمل إذن استيراد مسبق عندنا في الحجر الزراعي، بنحط له فيه الاشتراطات اللي احنا محددينها للمنشأ ده تحديدا، لان كل منشأ ليه اشتراطات طبعا، وكل صنف ليه اشتراطات. بيستورد الشحنه وبتوصل الشحنه عندنا، بتنزل لجنه من الحجر الزراعي معاها
لجان من المراكز البحثية، مركز بحوث أمراض النبات ومركز بحوث وقاية النبات. لازم اللجنة تبقى كلها مع بعضها بيفحصوا فحص ظاهري، ولو ما لقوش ان في حاجة واضحة ظاهريا، وطبعا مفيش تربة طبيعية موجودة مع الشتلات ده شيء أساسي، بنبتدي نسحب عينات بنبعتها برضو لمعهد بحوث أمراض النبات ومعهد بحوث وقاية النبات، وبنستنى بنخليها تحت التحفظ لحد تيجي نتائج العينات. جات النتائج العينات خلال قد ايه دي؟ يعني هم ما بتطولش، يعني خلال يومين ثلاثة بكتير، ما بتطولش أكتر من كده. بتيجي نتائج العينات سليمة من المعهدين، وبنبتدي نديله إفراج. بس هي دي رحلة الشتلات من ساعة ما بتيجي من البلد، وطبعا بتيجي مصحوبة بشهادة زراعية، وبتكون فيها مطبق فيها الاشتراطات الحجرية المطلوبة من الدولة دي المستوردة. الشتلة الأم الأصلية للفراولة بتضمن للمزارع إنتاجية أكبر، وبتتراوح ما بين 25 ل 30 طن، وعمر أطول في الأرض وإنتاج مبكر، وثمار الفراولة نفسها بتتحمل ظروف النقل. يعني اللجوء للمشاتل المعتمدة من جامعة فلوريدا بيحقق مكاسب كبيرة للمزارع، وبيضمن إن الشتلة الأم صفاتها الوراثية ثابتة في كل خلفتها. وخلي بالكم، مصر خلاص هتنتج أصول النسيج اللي بننتج منها أمهات الفراولة، وهننقل التكنولوجيا بالكامل لمركز التميز المصري من جامعة فلوريدا. يعني حاجة ولا في الأحلام. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان شاهد على احتفالية الشراكة ما بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وشركة ميفاك للقاحات، والتي تعد أضخم استثمار مصري أمريكي بقطاع إنتاج اللقاحات المتميزة، وذلك بهدف فتح الأسواق العربية أمام منتجات شركة ميفاك للقاحات.